الصدمة اللي بنمر بيها ممكن يبقى موقف، يعني فقد شخص، فقد وظيفة، خيانة حبيب، خذلان صديق، يعني أمور كتير بتسبب لنا الصدمة. الصدمة لأنك أدركت إنك فشلت في أمر ما. السؤال هنا إزاي أتخطى الصدمة، وإزاي الصدمة بتغير في نفسيتنا، تفكيرنا، رؤيتنا للأشياء، حتى مواقفنا من الناس، الحياة، وأكيد علاقاتنا بأزواجنا وزوجاتنا وجوه بيتنا بقى أقرب الناس لينا. إزاي أتخطى المرحلة دي؟ فرصة النهاردة وإحنا بنتكلم في اليوم العالمي للتوعية باضطراب ما بعد الصدمة، نعرف أكتر ونجاوب أكتر على كل تساؤلات حضراتكم مع أستاذة ليديا جدلة الخبير النفسي. ليديا وحشتيني. وانتي يا حبيبتي قوي الدنيا قوي، وأكتر. حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي. ولما نتكلم النهاردة عن اضطراب ما بعد الصدمة وعاملين له يوم عالمي ليه، يعني الموضوع مش في فكرة الصدمة والرد الفعل الوقتي اللي بعدها مظبوط. وازاي نحافظ على الشخص ده وقت الصدمة وكده، لا، ده احنا خوفنا بيبقى ما بعد الصدمة واللي ممكن يحصل له بعد كده. بالظبط. بصي، سبب انه بيتعمل له يوم عالمي بيبقى لسبب التوعية، انه احنا محتاجين ندرك انه في ناس حوالينا بتعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وانه محتاجين نهندلها او نتعامل معاها بشكل واعي. كويس. صدمة هنا او اضطراب ما بعد الصدمة اللي احنا بنسميه بالانجليزي Post Traumatic Stress Disorder اللي هو PTSD، بيبقى احنا بنسميه كرب ما بعد الصدمة، اللي هو مش الصدمة اللي عرفتي تهضميها، اللي عرفتي تتعايشي بيها. يعني زي ما انتي بتقولي بعد شر حد توفى، حد طلق، حد بتاع، بس نتكلم على الصدمة اللي هي مثلا بتطلق على الحروب، او بتطلق على مثلا حالة اغتصاب، اوف، او بتطلق على حالة مثلا حد شاف حد مثلا عزيز اتقتل قدامه. هنا احنا بنتكلم على انه الصدمة دي لم تهضم، معرفتش اتقبل تغيير حياتي بسببها. يعني لو حد توفى في حياتي، الحياة بتتكركب، بس بعد شوية بعرف، حتى سنة لو الحياة، الحياة بتكمل وسنة بشوف ناس الحياة كتير مرت بالظبط. بتجربة كده برافو بتهون عليكي. عليا. او يعني بعيش بالفراغ اللي الشخص ده سابه في حياتي، او بعيش بالوجع ده بس بعيش. انما اضطراب ما بعد الصدمه هو اولا محتاج يبقى فيه شويه كاركترستكس بتحصل، يعني شويه اعراض بتحصل بس، ومدتها على الاقل شهر مستمر. من ضمنهم مثلا اللي احنا بنسميه فلاش باكس، اللي هي الحلم وانا صاحي، بفتكر اللي حصل. بفتكره بعيشه، يعني اللحظه بترجع تاني. اولا انا بتفادى جدا ان انا اتكلم على الصدمه، او بتفادى يعني مثلا في وقت الحروب انا بتفادى جدا اتكلم على، لو رجعت من الحرب احكي لحد على اللي حصل، احكي لحد على مثلا فقدان زميل، او انه في لقطه معينه كانت بشعه فما بتكلمش فيها. انما لو سمعت صوت هليكوبتر بجري استخبى تحت سرير، لانه السرير خلاص انا عشت اللقطه، وبالنسبه لي ده هو ده خندق، اللي عملته، خندق هو ده. وانا محتاجه استخبى فيه بسرعه، لانه دلوقتي انا في خطر. فانا مش بخاف خوف انه لا دي بتقلب عليا ذكريات. او لو مثلا من ضمن الحاجات مثلا اللي شفتها انه بنوته مثلا تم اغتصابها، تمام، سلام يا فمن رب. ضمن الروائح اللي هي متعرفش تستحملها خالص هي ريحه سجاير، لانه الشخص ده كان نفسه ريحته سجاير، فلما بتشم ريحه سجاير بترجع تستعيد تاني، لا بتخاف خوف انه ده بيحصل دلوقتي. فاهماني؟ ده صعب قوي. قوي 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 الحقيقه. يعني في تداعيات تاني بتحصل، يعني الفرق مثلا ما بين الكابوس والحلم انه الكابوس بيبقى في مرحله النوم اللي انا بصحى منها، عشان كده بفتكره، والكابوس بيصحيني. فاهمه؟ الحلم احنا بنحلم كل يوم، بس انا ما بفتكرش، لانه حسب في انهي مرحله من النوم انا، يعني لو الحلم كمل لغايه مرحله ما انا بصحى بفتكره. انما لو في مرحله النوم العميق اللي هو احنا بنسميه رابيد اي موفمنت سليب، ما بفتكروش. كويس. الكابوس بيصحيني، فالكابوس بيبقى ما بين النوم ما بين الصحيان. ففي الحلم وانا صاحي اللي هو انا بشوف اللقطه، وفي يعني في ناس مثلا تشوف المروحه فتفتكر مروحه الهليكوبتر فيجي لها الصدمه دي فتخاف قوي قوي فتحتاج تستخبى من المروحه.
وانا الكابوس هو انه انا بفتكر الحاجه دي، بحلم بيها كانها بتحصل دلوقتي، فبفوق من الكابوس غير الحلم. حتى لو انا فقدت حد انا بحلم بيه في وضع حصل او انا بتخيله حصل او بتاع، بس ما بيبقاش في الوضع الصادم. الصادم بقى ده بيبقى كابوس. طب سؤال، اضطراب ما بعد الصدمة بيجي كلها في الحاجات دي، ولا ممكن يجي بمجرد مثلا واحدة اتخانت، واحد بتفرق قوي اتخان؟ من شخص للتاني، بتفرق من قابلية حد ان هو يتعامل مع كروب الحياة بشكل، في نفسيات ممكن تبقى النفسية حساسة يعني حساسة فتأثر شوية فيها. زيادة، او في مثلا عامل وراثي ان انا بتوتر بسرعة قوي، فيبقى الحاجات اللي بتحصل ممكن تعتبر عادية عند ناس تانية عندها هي لا مش عادية خالص. حاجة تانية من اللي بتحصل الأعراض يعني انه بيحصل تبلد في مرحلة ما، انه انا مش عارف استحمل الوجع اللي حصل. مثلا ام بتضرب ابنها كتير، كويس، بعد شوية او بتزعق كتير، بعد شوية مفرش معايا مش سامعك، لانه انا مش قادر على وجع المهانة، مش قادر على وجع الـ ان انا منتظر ان انا هتهزق او ان انا هتهان في اي وقت، فخلاص مش مبقاش قادر يفرق على معايا. الكسوف قدام الناس، مش عارفة بفصل. الفصلان ده بيعمل مشكلة ذهنية، بمعنى ان انا لما بفصل، من العالم كله، مش بفصل من الزعيق. فمثلا في الدراسة ببطل استوعب، في الاصحاب ببطل اعرف اتعامل، او لو حد حكى لي حاجة كويسة او وحشة مش عارف هو احنا بنضحك هنا ولا هو احنا بنزعل ولا هو احنا بنتعاطف، احنا المفروض نعمل ايه. في الشغل ببطل اأدي لانه فالأداء بيسقط، فاهمة؟ فلا، اضطراب ما بعد صدمة مختلف قوي عن الصدمات العادية اللي احنا بنتعرض لها. هل ده ممكن يجي لحد هو نفسه اللي اتعرض يعني حد عمل حادثة مثلا، حادثة طبعا عربية، حادثة مش عارفة طبعا، ايه كده؟ بالذات لو حصل فيها وفاة. هحكي لك مثلا على حد من حد انا كنت محظوظة ان انا قابلت ست فلة كده من جاية من غزة. حبيبتي. اوكي، فهي بتقول هو قاعدين في شقة، هم أسرة يعني جوزها وولادها وأخوه ومراته، يعني عدد كبير. فبتقولي لما بسمع الجيران مثلا حد من العيال بيجري أو بتعمل جيران، بستنى السقف يقع، ما هو الأسقف بتقع، فأنا بخاف قوي وبحتاج استخبى تحت السرير أو بحتاج أجري ده بره هنا ولا الأوضة. هنا هناك يا حبيبتي؟ هنا لأن هي عاشت فترة طويلة ما البيوت بتتهد، ما هو الانفجارات بتحصل، بنصحى الصبح نبص جنبنا ونلاقي العمارة برغم ان هي وقعت عارفه انها هنا والسقف مش هيقع هنا وكل حاجه، خالص، بس هي بس انا مش خلاص. عارفه استوعب ده، مش عارفه نفسيتي مش عارفه تهدم. واحد من اساتذتي مره شبهها ب، عارفه لما تقلبي لبن بودره في ميه يبقى في حته مكلكعه، فلما تزقي الحته المكلكعه دي معلقه بيطلع منها لبن بودره، فبيبقى ايوه، لسه بنعيش يعني لسه بقى ده انا بنعيده تاني. بعيشه تاني، لسه في صدمه انا ما هضمتهاش، لسه في صدمه انا ما عشتهاش. فهي واقعها مؤلم جدا 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 على الناس. من ضمن الحاجات اللي بتحصل برضو ان انا بغير معتقداتي، يعني العالم ما فيهوش حاجه كويسه، ربنا مش عادل، لا إله إلا الله. الدنيا مش هيجي منها غير كل قرف، كل الناس هتموت، فانا يبقى عندي اصحاب ليه ولا يبقى عندي اسره ليه؟ يعني كان عندي خلاص يعني ما بيبقاش في امل، بيفقدوا الامل. بالظبط، برافو عليكي. فده بيؤدي اوقات كتير لانه بما انه الدنيا كده ولا كده مش نافعه ومش هيجي من وراها اي حاجه كويسه، طب ما نموت، ما عملش مجهود بقى خلاص. فبيحصل انتحار اوف، اكتر ما عملش مجهود، بيحصل انه خلاص نخلص منها، بما انه في معتقدي خلاص ربنا كده ولا كده مش موجود، طب ما اموت بقى، فما فيش طيب حرام. خلينا نتكلم هنا ان لما يبقى في حد اتعرض ل صدمه شديده زي كده، المحيطين المفروض يعملوا ايه؟ لان هو كشخص اعتقد مش هيبقى في درجة وعي انه انا لازم اروح لدكتور نفسي يعالجني، وانا لازم يعني اعتقد، وحضرتك برضو صلحي لي لو انا بتكلم غلط، المحيطين هم اللي المفروض هنا يجي دورهم بقى. بصي، اولا الوعي النفسي في مصر زاد قوي 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 الفترة دي ما بعد كورونا الحقيقة، فبقى ما بقتش عيبه او ما بقتش حاجه غريبه قوي، بنتكلم في الموضوع عادي. الحاجه الثانيه انه اللي بيعمله الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي اللي يعرف يعمله حد في البيت، هو انا محتاج الشخص اللي قدامي، محتاج اخليه يتكلم، محتاج اخليه يتكلم في مشاعره. في ناس ما عندهاش مشكله ان هي تتكلم في مشاعرها، وفي ناس ثانيه مش بتعرف تتعامل مشاعرها، فبحتاج اغوط انه طب
تعال نفتكر الواقع دي. عشان كده مثلا في الحالات اللي زي دي الجروب ثيرابي او العلاج الجماعي مفيد جدا جدا جدا، لانه احنا العلاج الجماعي بيبقى عاده ناس، مجموعه من الناس، العدد بيبقى محدد، كلهم مروا بحاجات متشابهه كويس، ايا كان بقى. لو علاج ادمان بيبقى مثلا كله مر بمرحله دي، لو فقدان كله مر بمرحله. طب مش هم هيبقوا مكسوفين كلهم؟ بيبقوا اغلب الناس بتبتدي مكسوفه، بس بيبقى فيه المودريتور اللي هو الاخصائي النفسي، فبيبتدي هو طبعا نبقى مدربين ان احنا نفتح مواضيع زي دي ازاي. فاول ما يبتدي حد يتكلم بيشجع البيت. بيشجع بقى اولا، بحس ان انا مش لوحدي، ده مش انا لوحدي اللي مريت بحاجه زي كده، في ناس تانية تعبانه نفس التعب فتمام. وانه بيبتدي يديني افكار انه ايوه صح، ده اللي انا حسيت بيه ده اسمه خوف، او اللي انا حسيت بيه ده اسمه فقدان امل، او اللي انا حسيت بيه ده اسمه ياس، او اسمه في ناس اوقات بتبقى مش عارفه تتعامل مع مشاعرها، لانه مثلا لو حصل انه حد في حرب توفى بقول الحمد لله انه مش انا، فبحس ان دي مشاعر غلط، انا مش المفروض احس كده، يعني المفروض ازعل عليهم وما اقولش الحمد لله مش انا. فالتشجيع هنا بيخلي المشاعر تطلع، المشاعر تطلع بقى بعرف اتعامل معاها، ما بتبقاش مستخبيه. فاكره زمان كنت اقول لك نفضح الفكره، لما اتكلم عن الفكره بتاخد حجم مختلف خالص، ما بتبقاش في دماغي بس. حاجه ثانيه، محتاج الشخص اللي بيتكلم لو حد في اسرتي عنده مشكله دي، محتاج اوفر له مناخ امن ما فيهوش جادجمنت، يعني مش بيتحكم عليه. يعني مثلا فكره انت البنت المغتصبه مثلا بتحكي عن حاجه زي كده، مش محتاج اسالها انت كنت لابسه ايه؟ طبعا، لانه انا كده السؤال ده معناه حاجات كتير، معناه ان انت كان ليكي جزء السبب. من فهي طبعا هتقفل على روحها اكتر، لانه لا انت في حته تانية خالص. وانا اصلا بسال نفسي هو انا عملت ايه عشان استاهل كده؟ فانت ما تقولي حاجه زي كده، فانت بتحط في دماغي فكره انه انت ممكن تعرضي لكده تاني على فكره، عشان انت كنت لابسه بنطلون، فاهمه؟ فمحتاجه تبقى في حته ما بيتحكمش عليها، انه مثلا كنت ماشيه في حته ضلمه. اما طبعا ما هو البنات لما بتتاخر يبقى، فده معناه انه تمام، انه الدنيا تبقى المكان المخيف المقرف اللي هيعرضني، يعني يبقى انا متعرضه للخطر في اي وقت. طب مين قال ان الصبح امان؟ طب مين قال ان انا لو لبست عبايه انا امان؟ فبالعكس انت بتزود لي المخاوف. مثلا انشف ما جراش حاجه، يعني حرب وعدت، ما زملائك مش، لا لا خالص، ما ينفعش احطه في الحته دي، محتاجه اديله مكان انت هتعبر فيه عن مشاعرك. انا مش ممكن اقول لك انا حاسس بيك، مش ممكن، لان انا ما مرتش باللي انت. ممكن اقول لك انا مش متخيل الوجع زي ده شكله ايه، احكي لي. ممكن اديله كلمات، لانه في تولز او اساليب كتير قوي احنا بنتعلمها حتى موجوده اونلاين. يعني في حاجه اسمها ايموشنز ويل او دايره المشاعر، بتدي اسامي كتير قوي للمشاعر احنا ما نفكرش فيها. يعني نفكر مثلا في ان انا متعصب، فمتعصب لانك ايه، مخنوق، او متعصب لانك في موقف مش عارف تتحرك فيه، او متعصب لانك مكتوم او غيران او، فبندي المشاعر اسامي. فلما اعرف اعبر عنها اعرف اتعامل بيها، فده احسن طبعا بكتير من اني اقول له انا حاسه بيك، اصلا انا مريت بكده وانا سمعت كده. احنا طبعا عندنا الحته دي شويه، احنا بنعلي على بعض شويه. ايوه دي كارثه، دي كارثه، شيء صعب قوي. عارفه انا موجوعه عشان فلان عيان، فتلاقي اللي قدامي يقول لا ده انا العيان ده انا مريت بيه قبل كده، واخدوه على عندي انا. امال انا اقول ايه؟ ده اللي مش عارفه عندي، امي مش عارفه مالها، او ابني مش عارفه ماله. هو انا ممكن اركني انا في الوقت ده، لانه الشخص ده محتاج ان انا ابقى بستوعبه حتى لو انا مش فاهمه. هو مش كل اللي بيجي لي العياده ببقى مريت باللي هم مروا بيه، بس ما ينفعش اقول له استنى بس ده انا خالتي لما، ما ينفعش. حتى لو نيتي ان انا هون عليه، لكن هو دلوقتي مش في مرحله ان انا هون عليه، انا في مرحله ان انا اسمعه. بالظبط، هو هنا انا مش بهون عليه، انا هنا بقلل من مشاعره، بسفه منها. انا عايزه اقول له يعني عادي، ما ناس كتير وحروب كتير، وعلى مش انت مش اول ولا اخر واحده اغتصبت ومش عارفه مين انا اعرفها اغتصبت واتجوزت وخلفت. انا دلوقتي في حالة ذعر، أنا دلوقتي مصدومة وبفكر في أفكار مأساوية كتير قوي، عايزة أخلص حياتي ومش عايزة أعيش، جواز إيه وخلفة إيه، أنا مش عايزة أصلا فكرة إنه في راجل في حياتي، بالنسبة لي دي مأساة. أنا مش قابلة أبويا، أنا مش قابلة أخويا، أنا مش قابلة أي حاجة فيها راجل، ما تجيبليش سيرة جواز. فمحتاجة أقبل أو أستوعب الرعب اللي الشخص ده فيه، لأنه بيبقى اكبر بكتير قوي من ان انا هقول له كلمتين هون عليه. فما يتقالش انا حاسه بيك، يتقال
انا مش عارفه اتخيل اللي انت مريت بيه شكله انا ايه. مش عارفه اتخيل اللي انت مريت بيه شكله اكيد ايه. صعب قوي قوي اللي انت بتتكلم فيه، احكي لي اكتر. دي جمل نحاول نحفظها يا جماعه عشان دايما نقولها للحد المتألم، اللي عشان اشجعه انه يتكلم ويحكي وفي نفس الوقت يبقى هو مرتاح وهو بيحكي ما عشان يخسش. اشجعه كمان يا ايمان، سوري اقطع كلامك، انه اتفضل. يحكي اقول له احكي لي تفاصيل، يعني مثلا ده كان صبح ولا بالليل، انت كنت نايم ولا كنت صاحي، طب ده كنت اتغديته، طب فاكر الروائح اللي حواليك، كان ريحه مثلا تراب، كان ريحه دم، كان ريحة، يعني احكي لي. التفاصيل دي، الأسئلة في التفاصيل دي مش هتستفزه يعني؟ مش هتقول له هو أنا في إيه ولا في إيه دلوقتي عشان تقول لي الديتيلز دي ولا؟ لا مش هتستفزه طبعا، هو لازم يبان عنده استعداد، لو هو ابتدى يحكي طب احكي لي، فبالعكس ده يوصل له ان انا مهتمه قوي ان انا اعرف اللي حصل لك بالظبط، انا عايزه احاول اكون صوره، انا عايزه احاول اتخيل اللي انت مريت بيه، فابقى انا مشاركاه حتى ولو بالسمع، بس ان انا ابقى بسمع مش عشان ارد، انا بسمع عشان انا محتاجه لك انت ترتاح. امتى بنقول لا لازم دكتور؟ لما بقى مش عارفه اطلع منه كلام، لما يبقى الشخص ده مثلا بينام عدد ساعات خرافي، لما يبقى الشخص ده قفل على نفسه ومش عايز يتعامل مع العالم هو الخارجي طبيعي خالص. انه هيقفل على نفسه بعديها، بس بعد قد ايه؟ شهر، يعني within الشهر، في مدة الشهر ده طبيعي؟ في مدة الشهر ده طبيعي، وبيحصل تحسن تدريجي، انه مثلا قفل على نفسه الأوضة فبقى بيروح المطبخ ويجري يقفل على نفسه الأوضة التاني، او مثلا بقى بيفتح الباب حتى لو مش هيشوف مين اللي على الباب وهيخرج الاوضه دي، فبيحصل تحسن بسيط، بيرد على تليفون او بيرد على مسج، بس لو مفيش تحسن خالص لمده شهر لا احنا محتاجين مساعده. طيب في مدة الشهر دي المفروض الأهل، احنا كل يوم جنبك، احنا كل شوية بندخل عليك، احنا بنحاول نطلعك من اللي انت فيه، تعال اقعد معانا، طب احنا هنقعد معاك، طب كل معانا، طب احنا هناكل معاك، ولا احنا سايبينك براحتك خالص، اعمل اللي انت عايزه، احنا مش هنتدخل. احنا مش هنتدخل، سايبينك براحتك مش خالص، يعني سايبينك براحتك اه، بس هعرض عليك الفكرة ومش هزعل لما تقولي لا، يعني تعالى اتغدى معانا، تعالى اقعد ساكت لو حابب، او تعالى خد لقمة وامشي، ما طب لا تكملش مش معانا عايز، الغدا، اوكي براحتك خالص مع كل وجبة. مع كل وجبة. لغاية لو قال لي انا مش قادر او انا مش عايز او ما تعرضيش عليا تاني، استنى اسبوع وبعدين هقول له انا عملت لك مثلا البطاطس اللي انت بتحبها، ايه رأيك ادخلها لك ولا تيجي، فيحس انه مقبول في الحالتين. الجزء اللي بقولك بنتكلم فيه في التفاصيل ده حاجه اسمها اكسبوجر ثيرابي، اللي هو العلاج اللي فيه تعرض بشكل ما للواقع، يعني مثلا لو عندي بنوته مثلا اللي اغتصبت، طب انا بقولي مثال تاني، انا الاكزامبل ده موتني. ما انا عارفه هو بشع جدا بس هو مع الاسف كتير، مع الاسف، فمثلا تعالي هاخدك بالعربية هنعدي بس جنب الشارع اللي حصل فيه، أو هنخش المنطقة مثلا لو ده تم في هو مصر ده لازم يحصل؟ عشان أبتدي أفكها من العقدة إن صح التعبير اللي هي نفسيتها مش مستحملاها دي، محتاجة أبتدي أعرضها لده في جو آمن برضه، إنه أنت معايا في العربية وإحنا قافلين اللوك وإحنا الصبح واحنا هنعدي جري، لو حبيتي نقف نقف، لو حبيتيش نقف، لو قلتي لا مش عايزه الشارع ده، طب عايزه الشارع بعيد شويه بس ابقى عارفه انه الشارع ده هناك، تعالي نعمل كده براحتك خالص. وده دكتور اللي يعمل كده، ولا دي الأم ولا الأخت لو ولا العلاقه الأب ولا؟ لو العلاقه بينها وبين مثلا حد من المقربين اليها، صاحبتها، جوزها، مامتها، ايا كان، يسمح بحاجه زي كده يبقى نعمل كده معاها، لو لا يبقى نوديها للاخصائي اللي هيعرف يتعامل معاها في حاجه زي كده. اوقات بيبقى التعرض للعلاج مثلا انه لو مثلا بنتكلم في وضع الحرب، انه هنتفرج على مشهد حرب مثلا في يوتيوب، فاهمه؟ قادره تتفرجي؟ طب هقول لك حاجه، هنتفرج 10 ثواني، لو قادره هنكمل 15 ثانيه، لو مش قادره هنوقفه خالص. طب تعالي ناخد ام احمد. سلام عليكم ام احمد. ام احمد انت معانا؟ طيب حاولي تكلمينا تاني. واللي عنده تجربة كده، ام كريم. ايوه، اهلا لا ام بحضرتك. كريم، اهلا بيكي، اهلا اتفضلي. بيك. مع حضرتك. استأذنك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون من فضلك. حاضر حاضر. انا حصلت لابني ومراته
صدمة، كانت مراته كانت حامل والبيبي في آخر لحظة توفى في بطنها. كانت بقى بالنسبة لهم البيبي ده يعني هو الحياة يعني بالنسبة لهم. طبعا ايوه الكلام ده من 2021، ايوه فمن ساعتها حضرتك هي مصدومة ومش عايزة أصلا فكرة إن إحنا نتكلم حتى في فكرة الخلفة تاني. أنا أمه طبعا ونفسي ابني أشوف ولاد ابني، هو فللأسف ده أول بيبي ليهم. ممنوع بالظبط. الكلام ده من 2021 لحد دلوقتي حضرتك، ما بنقدرش حتى نتكلم في يعني فكروا بقى إن أنت تجيبوا لي تاني كلام زي ده، مش بنقدر حتى نتكلم في كده. فدي احنا كأم وأب مش عارفين نعمل ايه معاها، ومامتها دايما بتتكلم معاها بس الطريقة بتاعتها عنيفة جامد. لا ما ده مرفوض. فاحنا ما بنحاولش نتكلم كأم وأبوه، الله يبارك لكن لكم. مش عارفين نتصرف معاها ازاي عشان تفكر، عايزة يعني تسأليها تعيد سؤال؟ تفكيرها في الموضوع. طب يعني اتعامل معاها ازاي، حاضر يا أم كريم، اتصرف تابعينا، مع الحالة. هتسمعي نصايح حالا. أستاذة ليديا وجه لها نصايح، هي تعمل ايه، جوزها يعمل ايه، ولو هيروحوا للمتخصص يعني مختص. هي طبعا انا كمان ام كريم اصله، فهي ده دي ليديا ام كريم برضو، فانتوا انا اتنين ام ام كريم كريم برضه. وقلوبكم مع بعض بقى. بصي يا ام كريم، هي انا فاهمه ان هي محتاجه تستوعب جدا طبعا ان مامتها تهاجمها. بتعنفها او بتهاجمها او بتشد عليها، مش احكم حاجه في الدنيا، رغم ان انا فاهمه الام طبعا بتبقى خايفه على الجوازه وخايفه على البيت وخايفه على بنتها طبعا. انما اللي هنعمله اولا انه محتاجين مع شخص واحد مين اقرب حد فيها، لو ليها اقرب حد ليها مثلا اخوها، ابن حضرتك لو كان حضرتك، لو كان والدها، واحده صاحبتها، اقرب حد ليها محتاج يضطرها شويه بالراحه يتكلم في الموضوع، حتى لو ما اتكلمناش في الموضوع دايركت، انه مثلا هنروح مثلا جنينه الحيوانات فهنشوف ام معاها بيبي بتزقه في العربيه، هنبص عليه ونمشي. هي بس محتاجه بالراحه، لانه طبعا مشاعر الأمومة يعني، مشاعر الام نحرك انه ما مشاعر. جراش حاجه وانه في عيال عايشه، ما هي طبعا بالنسبه لها هي خوفها انه انا هخلف ليه ما هيموت. طب ما ياخدوها المتخصص طبعا نفسي ما ده دي بس دي. ما ببقاش عايزه اقول الخطوه دي الاول، بس طبعا لو راحت لمتخصص هيعرف يطلع منها مشاعرها دلوقتي حالا ويعرف يتعامل معاها عارفة بيها. يا أم كريم، لو كنت كلمتينا بدري شوية كنا يا ريت. كنا وصلنا، بس للأسف وقت فقرتنا خلص. ليديا أنا بشكرك شكرا على ايه جزيلا، يا حبيبي؟ بشكركم كمان مشاهدينا الكرام. هنطلع لفاصل ونستقبل دكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية، وبرضه باب التواصل مع حضراتكم مفتوح، انتظرونا.